السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الأولى، الدرس الثاني حول الزوايا. إذن اليوم عندنا صفحة 14 من كتاب النجاح حول موضوع الزوايا. إذن سبق أن تعرفنا في الحصتين السابقتين على كيفية استعمال المنقلة وكيفية قياس الزوايا ورسمها. اليوم سنستمر في هذا الموضوع. إذن عندنا التمرين الخامس، استعين بالمسطرة والمنقلة وأرسم الشكل التالي على ضفدع. إذن هنا غادي نحاول رسم هذا الشكل. إذن كيف يمكننا رسم هذا الشكل؟ إذن إذن هنا كيمكن نبداو بالزاوية بي سي دي. غادي ناخدو هاد الزاوية غنرسموها قائمة، ثم هاد الزاوية غادي نرسموها غنديرو فيها 135 درجة. دابا أنا غي كنخطط هنايا، غادي نحاولو نرسمو بمنقلة 45 درجة، ثم بعد ذلك غناخدو غنرسمو زاوية أخرى قياسها 135 درجة، حيث هذا الضلع خصو يساوي هذا الضلع لأن هذا يظهر على أنه متوازي أضلاع. وبعد ذلك يعني نربط بين. إذن هذه هي طريقة إنشاء الشكل. إذن نأخذ ورقة مستقلة، إذن نبدأ باستعمال الكوس. نحدد به، هو ما طلبوش منا نستعملو الكوس. اذا هنا يمكننا نستعملو فقط المنقلة، واخا المنقلة والمسطرة، المنقلة والمسطرة. اذا غنرسمو واحد الضلع، ثم بعد ذلك نحدد الزاوية القائمة باستعمال المسطرة والمنقلة. دونك هنا عندنا زاوية قائمة 90 درجة، هنا عندنا النقطة سي. إذا انطلاقا من هاد النقطة هادي بي، هادي غنعتبروها هي النقطة بي، سنحدد الزاوية التي قياسها 135 درجة. إذا 130، إذا هادي 130، إذا 135 غتكون هي هادي 130، هذه 135 درجة. ثم نرسم خطا، ثم نمدد. إذن هذه الزاوية قياسها 135، دونك 135 درجة، 135 درجة. إذن هذه الجهة حنا انتهينا منها، غادي ننتقلوا للجهة الأخرى. إذن انطلاقا من هذه النقطة سنرسم زاوية قياسها 45 درجة. هنا دابا علاش كيدربونا؟ كيدربونا على أننا نستعملو المنقلة في جميع الاتجاهات. ليس سهلا أنك تستعمل المنقلة في جميع الاتجاهات. إذن هنا خصنا 45 درجة، إذن راحنا بادين من الزيرو من هنا. إذن غنمشيو لاتجاه 45 درجة، إذن هكذا سنرسم خطا صغيرا لكي نمدده. إذن هذه الزاوية قياسها 45 درجة، ثم بعد ذلك نرسم زاوية قياسها 135 درجة، 135 درجة. إذن هذه 135 درجة، دونك حنايا كنستعملو فقط المنقلة والمسطرة.
هنا غنديروا غير واحد النقطه ثم نحاول رسم. اذا هنا غنقيسوا هذه المسافه هذه خصنا تكون عندنا نفس المسافه. اذا عندنا 2.7 اذا 2.7 إذن ثم نرسم متوازي أضلاع إذا كان الأمر يتعلق بمتوازي أضلاع. إذن هذه إذن بقى لنا نرسم النقاط. عندنا هنا F، عندنا هنا E، عندنا هنا 135 درجة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الشكل. هذه النقطة D وهذه النقطة A. إذن هذا هو الشكل المطلوب في هذا التمرين. إذن ننتقل إلى التمرين السادس. استعمل المنقلة لقياس الزوايا التالية. إذن عندنا A و A1، A و A1، A و A2، A و A3. إذن بالنسبة ل A و A3 هي زاوية القائمة 90 درجة. ثم بالنسبة ل A و B 180 درجة. إذن بقاو لنا الزوايا الأخرى، سنستعمل المنقلة. منقلة إذن هنا مثلا باش نقيسو أو A1، أو A1، إذن أو A1 إذن عندنا 20، 25، 26، 27، 28 درجة. بالنسبة لي أو A2، أو A2، أو A2 إذا عندنا 30، 40، 41 درجة. A و A4، A و A4 إذا المركز A و A4. دونك نشوفو شحال القياس A و A4. دونك عندنا 130، 135، 36، 37. إذن 137 درجة. دونك A1 و A4، A1 و A4. إذن هاد الزاوية هادي A1 و A4. إذن احنا انطلقنا من A1 وغادي نمشيو نقلبو على A4. دونك عندنا 90، 100، 105، 106، 107، 108 ديال الدرجات. إذن هذا ربما مثلا كاين مثلا هنا مثلا نلقى 136. المهم هي قياسات يعني كتبقى، ولكن حنا اجتهدنا لو ماكسيموم. ليسونسييل هو اننا كنعرفو نستعملو المنقلة بشكل جيد. اذا التمرين السابع، انقلوا الشكل على دفتري. اتحققوا من ان الزاويتين A و AB و OBA، و AB و OBA متقايستان. اذا هنا باش نرسمو هذا الشكل، هنايا بطبيعة الحال خصهم يجيو متقايسين. إذا ناخذ واحد الورقة مستقلة وغادي نرسمو فيها دائرة. دونك هنا دائرة مركزها O. ناخذ الشعاع شحال ما بغينا في الشعاع، مثلا تحت البيركة نحدوها كيما عجبنا، ثم نرسمو دائرة. إذن هذه هي دونك هنا كيفاش غادي نرسمو هاد الزاوية هذه. غادي ناخدو جوج نقط، ناخدو نقطة A وناخدو نقطة B. دونك جوج نقط ثم نرسمو
المستقيمين إذن دابا السؤال هو هذه الزاوية، هل تقيس هذه الزاوية؟ بطبيعة الحال نعم. لماذا؟ لأن خصنا نلقاو تقيس، لأن هذا مثلث متساوي الساقين، لأن هذا شعاع الدائرة وهذا شعاع الدائرة. إذن غادي نستعمل المنقلة لنتأكد من هذا. دونك هنا دونك هاد الزاوية قياسها 42 درجة. نشوف الزاوية الأخرى، دونك تقريبا هي ماجياش كما ينبغي. دونك هنا تقريبا اثنين، نشوفو نعم، إذن تقريبا 42 درجة، نفس القياس، لأن هذا كما قلنا. إذن تحقق من أن إذن زاوية ثانية متقايسة. إذن التمرين الثامن، أحدد قياس الزاوية الملونة CAB. إذن هذه الزاوية هذه بغينا نعرفوا القياس نتاعها. إذن كيفاش غادي نحدو القياس نتاعها؟ ليس بالمنقلة وإنما باستعمال طريقة أخرى. إذن هنا أن هاد الزاوية هذه هي زاوية مستقيمية قياسها 180 درجة. إذن هاد الزاوية هذه اللي كنقلبو عليها اللي هي بي أس سي. إذن بي أس سي ماذا تساوي؟ تساوي 180 درجة، قياس الزاوية المستقيمية ناقص مجموع قياس الزاويتين الأخريتين أو الأخريين. إذن عندنا 35 زائد 85. إذن شو النتيجة شنو تعطينا؟ إذن 180، 5 و15 راح تبدو ناقص 9. إذن هذه الزاوية فهي زاوية قائمة قياسها 90 درجة. ولا بغينا نستعملو الكوس نشوفو، ولكن حنا القياسات نلاحظو 90 درجة. نعم، إذن هي بالطريقة الحساب عطاتنا 90 درجة، لأن الزاوية المستقيمية 180 نقسو منها بجوج خصها تعطينا هذه. إذن هذه 90 درجة. إذن هنايا بقولنا معارف. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذه الحصة الثالثة من كتاب النجاح في الرياضيات للسنة 5 ابتدائي.